مختلف. يتعلق المحور الثالث المنصوص عليه في هذا الأمر بالتجريم، والذي يشمل لا سيما إهانة أحد مهني الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليه أو بالكتابة أو الرسم أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها قصد المساس بشرفه وباعتباره وبالاحترام الواجب له. وتتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية طبقا لإحكام هذا الأمر الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء، من خلال لا سيما اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء والإعلام والتحسيس حول مخاطرها، وترقية التعاون المؤسساتي وتوفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، ووضع سياسة عامة في إنجاز البرامج السكنية تراعى فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها.